السلام عليكم، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ كلشي بخير؟ كلشي مزيان؟ صحه مزيانه؟ بغيت نقول لكم واحد الحاجه، تينا اللي كتسمعني دابا، بغيت نقول لك انك عندي عزيزه بزاف، وكنبغيك وكنتمنى لك الخير، وما كرهتي توصل لاي حاجه نتينا كتمناها، واي حاجه ربي يحققها لك يا ربي الحبيب. اش قلت لكم هاد الهضره؟ حيت انا هيدا عامله، انا وعد بالله مقولتها، هذا هو الواقع ديالي، كيعجبني الخير لاي واحد، كنتمنى الخير لاي واحد، وغير شنو حاجه وحده فيا ما عرفتي واش خايبه ولا مزيانه. شوفوا انا نقدر نعاون بزاف ديال الناس، لكن اذا حسيت بالواحد طالع في السماء ما يعطيني اتساح، لكن باش ما نبغيلوش الخير اولا ما نبغيش انه يطلع اولا ما نبغيش انه وصل بزاف د الحاجه، العكس نفرح له وكل شيء، لكن ما نعاونوش انا. شحال هادي كنت لا كنت نقدر نعمل اي حاجه لاي واحد واخا يفهم عليا ولا يطلع للسماء قد ما طلع، لكن مؤخرا تبدلوا فيا بزاف د الحاجات، لكن حاجه وحده اللي ما تبدلتش فيا هو انني ما نبغيش الخير للناس. علاش هضرت لكم هيدا؟ حيتاش مؤخرا جاني واحد التعليق، واحد السيده قالت لي ما عرفتش علاش كنحس براسي بلي ما كنبغيش الخير للناس. واللي بغيت نقول لك هو ان اولا نقول اي وحده كتحس بهذا الاحساس بطبيعه الحال، اذا بطبيعه الحال كانت كتشوف راسها، راه هذه مادام كتحس براسها بلي ما كتبغيش الخير للناس راه هذه واعره، راه المشكل هو كاين شحال من واحد هيداك وما كيحسش براسو بصفه نهائيا، اولا ما كتكونش عنده واحد القابليه انه يتبدل. لذلك الحبيبة ديالي اليوم هذا الفيديو هذا كان عبارة على خصنا نبغيو الخير للناس باش ربي يرزقنا ويعطينا اي حاجة اللي في قلبنا، وما كنهضرش من فراغ، كنهضر عن تجربة اللي كنشوفها في بزاف ديال الناس اللي ما حققوش الاحلام ديالهم واللي ما قدروش يوصلوا، هو ان المشكل ديالهم الوحيد هما انهم جالسين حاضيين في هذا وفي هذا وغيطرقوا علاش ربي عطاه، علاش هو ماشي، علاش نجح في هذه الحاجه وانا لا. وهذه هي الحاجه الوحيده اللي سبحان الله العظيم هذا احساسي، ما جبته من حتى شي مطعم، لكن في نظري انا اي واحد كيكون مسموم قلبه ماشي مزيان ما كيبغيش الخير لواحد اخر حتى هو ما كيتفراش بصفه نهائيا، والعكس جبر هذاك الانسان يطلع ويمشي بعيد بزاف. لذلك اي وحده باغا تعمل اي حاجه في حياتها صفي قلبك الحبيبه ديالي باش تقدر توصل للحاجات اللي نتينا باغياهم، اما اذا كان قلبك ماشي مزيان اولا مسموم والو ما غتعمل حتى شي حاجه، وسمحوا لي على النظره اللي قلت لكم، لكن هذه ما نعرف تقدر تكون رساله ربي صيفطها لك باش تتبدل من هنايا الفوق. وبحال اللي قلت لكم كاينين الناس كنعرفهم انا شخصيا وكاينين موجودين في الحياه ديالي، اللي هما مثلا اذا شافوك طيحه، شافوك وقع لك مشكل اولا شي حاجه، يوقفوا معاك بمعنى الكلمه ماديا واي حاجه بغيتيها وما معك، لكن اذا شافوك مزيانه للاسف ما كيبغيوش وما كيتقبلوش داك انك يشوفوك مزيانه اولا شي حاجه، ما عرفتش علاش وغريبة بزاف. وهنا انا في الاول كان كيجيب لي الله عادي، لكن مؤخرا اكتشفت باللي لا كيكون القلب ديالو ماشي مزيان، يعني يبغي وقت تكون ماشي مزيانه تكون عنده معزيزه وكل شيء، لكن اذا شافوك مزيانه او لما شاف الامور ديالك ولا شي حاجه ما كيتقبلوش داك الشيء هذا، ومين كتشوف الحاله ديالهم كتجبر الحاله ديالهم، هما كيف ما هما هذه سنين باقي لحد الان كيف ما هما. على ذلك حيتاش انا كنبغي لكم الخير قلت نقول لكم هذه الرساله، هذه حيتاش هذه رساله مهمه لاي وحده اذا بغات تتبدل اولا بغات تحقق شي حاجه في الحياه ديالها. كيف لاحظتوا اليوم فقت بكري كالعاده، قضيت شحال من حاجه، ودابا هي هذيك وجدت الفطور ديالي وكل شيء، وهنايا قلت غنعدل واحد المعسلات، رديت الحريريه كطيب يلاه رديتها ما صورتها شي معكم، اليوم قلت غنعدل الحريره، من كيتبدل الجو كنشها الحريره وخصوصا انني هذه مده ما عدلتها شي، انا كتعجبني ملي كطيح الشايده نعدلها، سبحان الله العظيم الصغر ديالي كيعجبني بزاف، كنربط شي حاجه اسمها حريره اولا سوبا بالشتا والبرد وتغير الجو. كيف لاحظتوا هنايا طحنت شويش ديال البيستاج، شريته منقي على هذا الشكل هذا،
وغنعمل واحد جوج حتى ثلاثه المغرفات ديال جبن، وعملت هنايا واحد جوج ديال الخنيشات ديال لافاني على هذا الشكل، وغنزيد داك البيستاج، وغنعمل الشيتو ديال العسيله اللي تكون الماركه ديالها مزيانه باش كتعطي واحد النكهه اللي هي مزيونه. بالنسبه لهاد الورقه هذه هي اللي كتبع في مرجان، عرفتوها كتكون فيها مايزينه، هذيك مزيونه. صافي هنايا سهله سهله، يعني واحد الحاجه اللي اسهل منها ما كاين، سهله بواحد الطريقه اللي سريعه بزاف. صافي بالنسبه للمولش بارتو ودهنته بالزبيده على هذا الشكل هذا باش ما كتلصق لي ما حتى شي حاجه. صافي وهنايا بديت كنهز هاد الطريفات ديال الورقه على هذا الشكل هذا، يعني ما كنخليهمش لاصقين في بعضيتهم، كنعملهم بشكل عشوائي. صافي وكنهز مغرفه ديال بيستاش مع الجبن، عرفتوا كيفاش كتجي؟ كتحمق لذيذه لذيذه، وكتجي فيها واحد القرمشه ما عنديش ما نقولكم، كتجي كتحمق. صافي فوق منها عمد دهنت هيدا شتيتو بالزبيده، انتم عارفين ما كنعملش معكم الزواق هيدا، مهم شفتوا دهنت المول بيدي، وهذه مهم انا كنوري لكم الواقع اللي كنعملو اذا بغيت نمشي نقضي الحاجه ديالي ونمشي نقضي الشغل ديالي ونصور ونعمل بزاف د الحاجات في النهار ديالي. صافي هي هذيك، حيت التصوير نتوما عارفين كيدي من واحد المجهود اللي هو كبير. صافي شبرت هذا المول هذا اللي كنت شريته من ساكا كويزين، حتى هو عملت فيه نفس الحاجه، ماشي على حساب الورقه، الورقه ماشي مشكل، واخا تبقى لي غنخبعها في النبيره لتحت وان شاء الله مره اخرى نعمل فيها شي حاجه. لا لكن على هاد البيستاج بقى لي، وهي هذه قلت اجي نوجدها مع عده الحريره بحال اللي قلت لكم، غنشري شي جوج شكيلات مالح على ما اظن، ما عارفاش واش يقدر يقدني الوقت باش نعدل اليوم واش نقدر ولا ما نقدرش باش نجيكم الصراحه. اذا ما قدرتش غنشريه، قدرت راه غنخربق هيدي شي حاجه على السريع. صافي هنايا بالنسبه لهادو هما وجدوا، كتكب عليهم العسل هيدا ثقيله، ما كتذوبش العسل هيدا في شي كسرونه اولا شي حاجه باش ما كيشرب لكش العسل بزاف. صافي كنكب غير هيدا، ودابا غنمشي نلبس عليا الحريره، راه هي واجده ما شاركتها شي معكم، غنلبس عليا الحويجات باش نمشي للمحل. حيتاش عندي السلعه ديال جليلبات خصني نصيفطهم، وخصني نصيفط القندورات اللي شاركتهم معكم المره اللي فاتت، حيتاش جا عليهم الطلب تبارك الله، وجليلبات هادو. صافي وهي هذه قلت غنصور شويش، حيتاش عندي اليوم تصوير ديال الجليلبات، ونشارك معكم الجليلبات اللي ب 250 درهم اللي هما مزيونين بزاف وفنين والصراحة عمليين، يعني جليبة ب250 درهم. واللي مهم هو أن في يوم اللوينات مفتوحين، تا بالنسبة للناس اللي مثلا ماشي العمرة أو لشي حاجة وباغيين جليبة بيضة لكن الثمن ديالو مناقص على قدهم، يعني كل واحد كيمشي على جيبه. أنا ديال كل شيء كيعجبني أن نرضي اللي عنده واللي ما عنده شيء، وتا اللي عنده راه تبارك الله كيديو منهم، حيتاش هادو الجليلبات عمليين ورجعوا تبارك الله الناس كاملين كيلبسوهم، يعني ماشي بالضروره خصك تجلابه مع شحال الثمن عاد غتلبسها. ودابا غنشارك معكم ونوري لكم الجليلبه الاولى اللي هي هذه، شوفوا لي هاد الجليلبه هذه، هذا بالنسبه لهذا كريب طايح، وداك اللي خفيف شويش، ماشي خفيف بزاف لا، يعني ممكن انك تلبسه في هاد الاشهر وتلبسه مثلا لاي موطع اي مناسبه. شوفوا بالنسبه للنصطق كيف لاحظتوا فيها العقيدات وفيها الدبانه على هاد الشكل هذا، وبالنسبه للكميمات مطروزين، يعني جليلبه خفيفه ديال الدوام ديال دائما، وصبن ورود الثوب ديالها ما كيتكمش، تقدر تلبسها لاي موطع، تمشي بها هنا وهنا، تمشي بها الكسابراطة، تمشي بها مور وليداتك للمدرسه. لكن هذا كريب، لكن عندي دان بالنسبه للناس اللي بغاوه ومجبروش الطي ديالهم عفوا. ان شاء الله هاد السيمانه اللي ما جا غيكون عندي متوفر في المحل ومرحبا بكم. اما دابا بقاو لي غير شي بياسات وما بقاوش الطيات كاملين، حيتاش تبارك الله دابا حتى الناس جمله كيعاودوا فيهم البيع، حيتاش كنت عملت لكم داك الجليبه ديال دا 190 درهم، راه هو واحد الثمن لي هو خيالي، عرفتوا راه هنا في طنجه كاين اللي عملوا 350، كاين 280، بشحال من واحد اللي داه من عندي وزاد له في الثمن باش هكذا يبيعوا يترزق على الله كل واحد والزهر ديالو كل واحد ورزقه. وبالنسبه لهاد الجليبات هادو غيكونوا ان شاء الله حتى رمضان، بالنسبه للناس الجمله اللي باغيين مثلا يديو منهم ويخبعوهم اولا شي حاجه مرحبا بكم، كاين توصيل جميع المدن وجميع الدول.
صافي دابا من بعد ما غنصور لكم هاد الجليليبات غنمشي ضروري قلت غنشري اير فراير اللي كطيب، عرفتوا داك القلايه الهوائيه، عرفتوا على قلبي شحال هادي، وقلت خصني نشريها حيتاش قلت غتساعدني في الماكله، مثلا نقدر نطيب فيها شحال من حاجه. بعض المرات كترشق لي انني نطيب شي حاجه بالزربه ونخليها ونمشي، وهذه اللي فيها مزيان هو ان فيها الساعه، يعني كتكون هانيه ومرتاحه والتوقيت وكل شيء. هي هذيك قلت علاش لا ما نمشيش نشريها، هي هذيك جا محمد مرايا ومع علاء جام الحضانه وعامر وكل شيء، هي هذيك قلنا هي هذيك زيد نمشيو حاجه وزياره بحال اللي كيقولوا، نمشيو ونتسخروا ويلا تمشيو معايا وتشوفوا كل شيء بالتفاصيل بالاثمنه وكل شيء. بغيتي ارفي تقريبيها هي مزيانه كيطيبوا مرات خمسه كواه. كاينه هذه اللي هي كبيره، هذه مزيونه محمد، كاينه هذه، كاينه هذا مزيان 129 ولكن هذا صحن يكون صافي دي ها دي مزيانه ها؟ هذه 1600 درهم. واو عبر شو الطبيصر هذا شحال مزيان، واو شحالي شو هذا شديك طبلة شديك طبلة شحال فيها شمن طبلة هذاك 269 لاحظتيه هو واعر